يا مساء الأنوار، يا مساء الطاقات، يا مساء الطاقة الإيجابية اللي احنا طول الوقت بنحتاجها. بدأنا معاكم حلقتنا النهاردة وشباب حكاية، وهنكون معاكم لمدة ساعة. غبت عنكم بقالي أسبوعين، أسبوع كان معاكم زميلي إسحاق، وطبعا بشكره شكر جزيل على هو إن هو كان مكاني. والأسبوع اللي فات كلنا كنا بنعيد، مش بس اخواتنا المسلمين، لكن الحقيقة إنه فعلا الأسبوع اللي فات كلنا كنا بنعيد. في الأسبوعين بقى اللي غبنا عنكم شوية دول، كنا عايزين نفكر في شوية حاجات. كنا عايزين نفكر مين الشباب، أو كنا عايزين نفكر الشباب ممكن يعملوا إيه. لقينا كده لما أنا شخصيا قعدت كده وفكرت، لقيت إنه تلتين سكان مصر تقريبا من الشباب. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا عندنا طاقة فظيعة وطاقة بشرية هايلة جدا. بس الطاقة دي بقى المفروض هيحصل ايه علشان نطلعها؟ ده اللي احنا بقى محتاجين نركز فيه اكتر، ده اللي محتاجين نعرفه اكتر. محتاجين انه علشان نطلع الطاقات دي، محتاجين علشان نستفاد اكتر من الشباب، هو اننا نظبط كل حاجة حواليهم، وهو اننا نخلي كل حاجة حوالينا كده بتقول لنا انه انتوا شباب اقوياء بتعرفوا تعملوا المستحيل. متفقين؟ تمام، متفقين. طيب محتاجين كمان نعمل حاجة مهمة جدا، محتاجين اننا ندي ثقة للشباب انه يا جماعة، يا اللي دايما بتقولوا انه احنا طاقات ايجابية وانه احنا لينا يد كبيرة جدا اننا نبني مجتمع، محتاجين اننا نحس انكم واثقين فينا. متفقين وتمام؟ تمام. طيب هفترض بقى معاكم كده انه محدش عمل ده، وهفترض كده انه محدش بيعرف يقدر، او انه محدش عارف يعني ايه طاقة بشرية، ويعني ايه شباب ليهم قيمة قوية، ويعني ايه شباب لازم طول الوقت نثق فيهم ونقول لهم انه انتوا تعرفوا تهدوا الجبال. هنفضل بقى قاعدين ومستنيين؟ مش هينفع طبعا نفضل قاعدين مستنيين، لازم نعمل حاجة، ولازم نفكر في حاجة نعملها، ولازم نفضل نمشي في خطوات لقدام علشان نعرف نوصل اللي احنا عايزينه. يا اما بقى، وده اللي بيحصل، نفضل كده قاعدين حاطين ايدينا على خدنا ومستنيين اللي يجي يقول لنا اه ده انت جامد، ده انتوا شباب فعلا بتعرفوا تعملوا حاجه، ده انتوا شباب بتعرفوا تحققوا المستحيل. لا، احنا مش هينفع نعمل ده. وده بقى الهدف من البرنامج، وده اللي احنا طول الوقت بنتكلم فيه، انكم لازم تعملوا حاجه علشان توصلوا للي انتوا عايزينه. هتعملوا حاجه ازاي؟ هتفكروا، هتقعدوا، هتقرروا، هتجيب ورقة وقلم، وتشوف بقى انت عايز ايه، هدفك ايه وطموحك ايه. ويا اما توصل اللي انت عايزه، يا اما مش هتعرف تعمل حاجة، وتستنى برضو الطاقة، وتستنى الناس، وتستنى التقدير اللي وارد قوي انه الناس اللي حوالينا ما يبقوش عارفين معناها ولا عارفين اهميتها. احنا معاكم بقى في شباب حكاية، عايزين نتكلم بقى عن الناس اللي عندها حاجة بتعملها، والناس اللي عندها حاجة نفسها توصلها، والناس اللي عندها طاقة وعندها مشروع، عندها فكر حابب انه يطلعه للنور. وكمان مش دول بس اللي احنا حابين نقدمهم، احنا كمان حابين نقدم بقى الناس اللي بدأوا خطوة واللي مش عارفين الناس اللي حواليهم يشوفوها ازاي، او مش عارفين الناس اللي حواليهم يعرفوا ازاي ان كنت انا عامل مشروع، وان انا شخص مجتهد، وان انا شاب عندي حاجه عايز اعملها. ناس كتير جدا بتفضل طول الوقت تقول ايه، اصل انت لازم تعمل حاجه لبلدك، اصل انت لازم تعمل حاجه لمجتمعك. تمام، على عيننا وعلى راسنا. بس انا معاكم هنا النهارده في شباب حكايه مش عشان اقول كلام احتمال يكون بيضايق بعض الشباب، لان انا منكم، واي كلام بيتقال مش دايما بنحس انه مبسوطين منه. فخلينا كده نفكر احنا عايزين نعمل ايه لنفسنا، قبل ما نفكر احنا عايزين نعمل ايه للمجتمع. ليه؟ لانه انا الاساس، لانه انا اللي اعرف اعمل حاجة للمجتمع، لانه انا اللي من حقي اني افكر عشان نفسي قبل اي حد تاني. فيلا فكروا، ولازم تكرروا، ولازم تنفذوا، لانكم مش اي حد، ولانكم مش ضعفة، ولانكم تعرفوا تعملوا حاجات كتيرة جدا في مستقبلكم انتوا قبل اي حاجة تانية وقبل اي سبب تاني. في شباب حكاية بقى، احنا محتاجين منكم تبقوا حكاية
من الحكايات اللي موجودة معانا. محتاجين منكم تبقوا أبطال، مش بس بالكلمة، مش بس باللفظ، احنا محتاجين تبقوا فعلا أبطال موجودين معانا طول الوقت. في شباب حكاية بنهتم بكل شخص عنده مشروع، بنهتم بكل شخص عنده فكرة، بنهتم بكل شخص عنده حاجة عايز يعملها، بنوصلها، بنحاول ان احنا نساعده علشان فكرته واختراعه واكتشافه يطلع للنور، لانه مش كلنا بنعرف نطلع اللي احنا عايزينه لكل الناس، ومش بنعرف كمان نطلع مشاريعنا واختراعاتنا طول الوقت. فيلا كلمونا، والنهاردة احنا مستنيينكم، والنهارده محتاجين كل شخص فيكم يكلمنا، والنهارده محتاجين انكم تقوموا وتتحركوا، لانكم مش زي اي حد تاني. والدليل بقى انكم مش زي اي حد تاني اللي احنا هنخرج معاكم دلوقتي نشوفه. هنشوف ايه بقى معاكم؟ محدش فينا خالص ما جربش ولا حب مثلا ان ياكل من على عربيه في الشارع، سواء عربية فول، سواء عربية كبدة، سواء عربية في ناس بتعمل بقى أكلات متنوعة، بلاقي مثلا حاطين همبرجر، حاطين سجق، حاطين كبدة، حاطين حاجات كتير. عربيات الفول بيبقى عليها الناس واقفة بالطوابير. تصدقوا بقى إن احنا كمان بقى في عربية بتاعة السوشي، السوشي اللي هما بيقولوا عليه دايما أكل الأغنياء. لا، الحقيقة مش أكل الأغنياء خالص، ومش حاجة صعبة إنها تتعمل، وهو مش أكلة يعني اختراع ولا هو اكتشاف. الحقيقة إنه إحنا دلوقتي هنخرج معاكم وهنشوف عربية بتاعت سوشي في الرحاب، في منطقة يعني حلوة، منطقة راقية، طبعا بطبيعة إنه السوشي من أكتر الحاجات اللي الناس يعني شوية بيختلفوا عليها شوية بيتفقوا عليها. بس دول شابين، معنا أندرو ومعانا مارك. الحقيقة إنه الاتنين دول قرروا ان هم يعملوا حاجة، قرروا ان هم يعملوا عربية سوشي، علشان وارد قوي ان هم ما يكونوش عارفوا يلاقوا لهم سوق عمل بره، وارد قوي ما يكونوش لقوا الحاجة اللي نفسهم يحققوها، وارد قوي كمان انهم ما يكونوش عارفوا يعملوا حاجات كتير. بس هم بقى ايه، ما سكتوش. فتيجوا بقى معانا دلوقتي نخرج نشوف اندرو ومارك وعربية السوشي اللي في الرحاب عملوا فيها ايه، وابتدوا مشروعهم ازاي، والموضوع بالنسبة لهم مربح ولا لأ، وإيه الفرق ما بينهم بقى وما بين أي شاب تاني. بس قبل ما نخرج نشوف أندرو ومارك، أنا بكرر تاني كلمونا، وهنبقى معاكم على الفيسبوك، وهنبقى معاكم طول الوقت على الهوا من الساعة 6 للساعة 7، علشان لو عندكم حاجة عايزين تقولها لنا فكلمونا على تليفونات البرنامج، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نشوف عربية السوشي ونرجع بقى نبدأ كلامنا. المشروع بتاعنا بدا وفكرته جت ازاي، ان احنا انا واندرو حبينا نعمل بروجكت مع بعض، نعمل مشروع مع بعض يبقى تكلفته مش كبيره، تمام، وفي نفس الوقت نجربه، وبنعمل فكره جديده بحيث زي ما بيقولوا طرقع كده مع الناس. ففكرنا هنعمل فكره السوشي. فكره السوشي هي فكره مش عاديه ان هي تتعمل على بايك او على حاجه سريعه. ليه؟ لانها بتحتاج مكان كبير الناس تقعد تستنى فيه، الاوردر ممكن ياخد ساعه او ساعه ونص. احنا الفكره بتاعتنا عملناها زي تيك اواي كده. فالفكره ببساطه ان احنا عملنا التجهيزات بتاعتنا كلها في كيتشن، وبننقل من الكيتشن ده للبايك بتاعتنا، وبنقدم من عليها، فبحيث انت ممكن في دقيقه او دقيقتين بالكتير تاخدي الاوردر بتاعك وتمشي. دي الفكره اللي عجبت الناس. طبعا البرايسز او الاسعار مقارنه جدا ببره، والحمد لله قليله جدا، فعشان كده عاجبه الناس، والكواليتي او الجوده كويسه جدا، فالحمد لله في منافسه بيننا وبين الاماكن اللي بره. المشروع خد 10 شهور عشان يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي، والحمد لله هنبدا نطور فيه تاني، ودايما يبقى ان شاء الله في شكله احسن يعني. بس ده بسيطا، انت ممكن تشوف الفكره بسيطه او انها على بايك، بس لا، ورا البايك دي في مكان كبير، في ناس كتيره جدا شغاله معانا، في عماله كبيره جدا عشان يطلع بالمنظر ده. السوشي مش اكله زي البرجر او الهوت دوج ممكن تتقدم من على البايك بسرعه او حاجه، لا، هي اكله متعبه جدا، وكل حاجتها استيراد من بره، كل خاماتها استيراد. مصر ما بتعملش اي حاجه ليها علاقه بالسوشي، تمام، فكلها كلها حاجات استيراد من بره. وكمان موضوع الدولار طبعا والحاجات دي كلها بتفرق معانا جدا، لان الخامات دي كلها زي ما انا قلت من بره. طبعا كل شغل بيبقى ليه المشاكل بتاعته، او ليه الحاجات الصعبه اللي في الاول اللي هو بيواجهها. احنا الحمد لله صبرنا على المشروع، والحمد لله ربنا كافينا في الاخر، بس في شويه مشاكل مش قادرين طبعا نجتازها،
ليه؟ لان احنا اساسا احنا مش مطعم، احنا لا، احنا عباره عن بايك في الشارع. البايك فكرتها ببساطه في اي دوله بره ان هي مهنه او شغلانه بسيطه كنوع من السياحه. لو حد سافر بره مثلا دول شرق اسيا كلها، يعني الدوله مديه تصاريح للبايكس دي ان هي تقف، سواء كانت فواكه زي تايلاند مثلا او برجرز او هوت دوجز او الكلام ده كله. هنا في مصر احنا بنتعامل معامله اقل شويه، ان احنا باع متجولين. طبعا كلمه باع متجولين عند الشرطه لا، بيرخم علينا طبعا ويمشينا وحاجات مش متقننه اصلا، تمام. فاحنا كل اللي بنطلبه بس، او المشكله الكبيره اللي احنا بنوجهها احنا وناس كتيره جدا، ان الموضوع مش مترخص. طبعا السيد الرئيس حاول الفتره اللي فاتت ان هو يدي ترخيص ويمشي في الموضوع بصراحه ويسهله، بس بصراحه الموضوع وقف. وسالنا عليه كذا مره، كذا فتره، الفتره اللي فاتت في الحي، كل شويه لا قدام، لا لسه، لا مش عارف ايه. ففهمنا بشكل اخر ان الموضوع لسه عليه شويه او ممكن يتاجل يعني، تمام. فدي اكبر مشكله. غير المشاكل التانيه كده طبعا، في مشاكل طبعا كتيره في الشغل، بس دي مقدور عليها. انما كون ان احنا نبقى واقفين مثلا وتيجي شرطه تقول لنا لا انتوا كذا، انتوا واقفين غلط، انتوا مخالفين، تاخد بطايق، الكلام ده كله، طبعا ما فيش حد شاب محترم او اتنين شباب محترمين لسه متخرجين نفسهم في كده خالص. فدي الكلمه بس ان احنا بنطالب بيها تاني، ان بس الموضوع يبقى اسرع من كده والدنيا تبقى. غير كده مشاكل بسيطه جدا، ممكن اقدر اقول مثلا عدينا 50% من موضوع النجاح. الحمد لله دلوقتي لينا تقييم مثلا من احسن 10 محلات سوشي في مصر، هنقول مثلا من 15 محل سوشي في مصر احنا لينا ترتيب في ال 15 دول. مش هبالغ اقول ان احنا اللي انا لسه باصص علينا احنا من شويه لقيت نفسنا التاسع مثلا او حاجه. طبعا دي حاجه كويسه جدا، احنا مش مطعم، احنا حاجه تيك اواي وكيترنج وحفلات، احنا بنعمل كل حاجه على فكره. بس طبعا كنا احنا بقى لينا ترتيب، طبعا دي حاجه كويسه جدا. الحمد لله نجحنا. نفسنا طبعا احنا ننتشر بشكل قانوني، بمعنى ايه؟ مثلا نبقى في كل مول مثلا، يعني كل مول فيه فود كورت او في حاجه او في كده، ممكن نعمل حاجه فيها. بس احنا حابين الفكره دي دلوقتي اللي احنا فيه ده، الحمد لله كويس. طبعا لو قانون هيبقى احسن بكتير. كنت انا ومارك يعني مع بعض في الجامعه، وكنا كده، هو مارك كان عنده الاول مطعم قبل ما نعمل البايك، وكنت دايما يعني بتكلم معاه على حاجه نعملها سوا، ويعني كنا بنتكلم مع بعض ان احنا يبقى عندنا حاجه صغيره مع بعض وكده. بس مارك جات له الفكره بتاعت البايك، حسينا ان هي يعني هتبقى صعب تنفيذها في الاول، وان هي ان انت تقدمي سوشي اللي هي الاكله الاليت اللي ليها ناس معينه بياكلوها على بايك في الشارع، ففي كميه تحديات بقى كتيره جدا، فهتبقى واخده مننا مجهود كبير قوي وتفكير كبير، ولازم تتعمل كل حاجه بالظبط علشان ده اصلا يبقى ابليكابل، يبقى ينفع يتعمل. طرق الدعايه اللي بنستخدمها، كنا مركزين طبعا في فيسبوك وانستجرام وكده، وكنا بنحاول ننتشر ونحاول ندي انطباع للناس ان احنا تعالوا جربونا وكده. بس هو اكبر دعايه معموله لنا الورد اوف ماوث، يعني الناس بتيجي تجربنا فبنعجبهم فيروحوا يقولوا لاصحابهم. اغلب الناس اللي بتبقى جايه لنا بتبقى عارفه من ناس اصحابها يعني. يعني ممكن نقول لأي حد بيفكر يعمل حاجة زي كده، هي مش زي ما هي باينة ان هي سهلة، لان في ناس كتير ابتدت والموضوع مكملش. الموضوع بيبقى محتاج مجهود كبير قوي وتفكير كبير ونظام كبير جدا. الموضوع انا عارف انتوا لو حد عدى عيني واتفرج عليها من برة هي بتبان سهلة والدنيا لطيفة خالص، بس هي زي ما مارك كان لسه بيقول هي مش كده خالص. فلو حد ناوي يعمل حاجة لا، لازم مجهود كبير قوي وتفكير ونظام كبير جدا يعني. شفتوا ماركو واندرو، شفتوا الطاقة اللي عندهم، او شفتوا اصرارهم على انهم يعملوا حاجة. طيب اللي اتفرج بقى معانا دلوقتي، شفتوا الفرق ما بينهم وبين ناس كتير في نفس سنهم، في نفس ظروفهم، بنفس ظروف البلد، بنفس الحاجات اللي كلنا بنتكلم فيها، او بمعنى صح الشماعات اللي اوقات كتير جدا بنحط عليها عدم نجاحنا في بعض الاوقات. مش انتوا شفتوا الشباب دول وشفتوا ان هم كمان عندهم رساله حابين يعملوها او حابين يعملوا حاجه؟ موضوع مش سهل. طبعا موضوع مش سهل. عندهم امال او عندهم طموحات بعد اللي هم وصلوا له؟ طبعا.
مفيش ابدا حد في الدنيا يعرف ينكر ده. بس هما ما وقفوش بقى واستنوا انه حد يقول لهم ان انتوا شباب وقوي وعندكوا طاقه وانه يتقدر، تقدير مطلوب طبعا، التقدير مطلوب. مفيش حد فينا، لا انا ولا اي حد موجود معانا في الاستوديو، لا اي حد بيتفرج علينا دلوقتي، يعرف يكمل خطوه لقدام من غير ما يحس ان اللي قدامه مقدر تعبه، ومن غير ما يحس ان اللي قدامه حاسس قد ايه هو بيعمل حاجه مهمه لنفسه وللناس كمان اللي حواليه. بس بقى الفرق، نرجع تاني نقول الفرق ما بينه وما بين اي حد تاني هو الاصرار، او هي الحاجة اللي حابب انه يعملها ومصر انه يكمل طريقه ايا كانت الظروف، واللي طبعا في حاجات كتير جدا بتوقفنا عن اننا نوصل لحلمنا. فكرة بقى المشاريع الصغيرة، وفكرة انه في شباب كتير عندهم مشاريع وعندهم حاجات عايزين يعملوها، ده بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي. بس طبعا حبينا قوي انه يكون معانا سند ومعين، وطول الوقت كان في ظهر الشباب على فترات فاتت، طول الوقت كان بيحقق لشباب كتير جدا امال وطموحات ونماذج ويحقق لهم مشاريعهم اللي نفسهم يعملوها. هو طبعا استاذ عادل رشدي، محاسب قانوني وامين لجنه التنميه الاقتصاديه من لجنه الرعايه والخدمه بالمجمع المقدس. استاذ عادل، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا بيكي يا فندم. انا عايز اعرف بقى رايك الاول في الشباب اللي شفناه دلوقتي في تقرير، عايز اعرف رايك في غيرهم من الشباب مش دول بس. اسمحي لي اشكركم جدا انكم بقيتوا لينا كخدام او مسؤولين عن الشباب في اسقفيه الشباب ولجنه الرعايه والخدمه، يكون لينا نافذه نطلع بيها ونقابل بيها ونغير فكر ناس كتيرة جدا. فالشباب دول حقيقة نموذج رائع جدا، شريف. أرجو أنه هو يتم تسويقه كتير جدا في كل القنوات الإعلامية أو الفضائية، لأن شبابنا مش محتاج كلام محفوظ. أيوه. محتاج حياة ناجحة، حياة تم تنفيذها ونماذج عملية. عايزين ندخل بقى في ان احنا نوري لهم قد ايه، وصدقيني لما اقولك بامانة ان في شباب كتير جدا محدش بيشعر بيهم نتيجة ان هم مشغولين، ونتيجة ان هم يمكن وقتهم قليل قوي عشان يروحوا الكنائس فالناس مش عارفاهم. لكن لو احنا من خلال هذا البرنامج واستضفناهم، و دول هيكونوا قدوة للشباب كتير قاعد طبعاً في البيت. طيب لو احنا بقى بنتكلم في واقع موجود أستاذ عادل، وبنتكلم في حاجة موجودة، وإنه طول الوقت الشباب بيقولوا لا احنا ما عندناش ظروف ينفع نشتغل، احنا ما عندناش سوق عمل مفتوحة لينا، احنا ما عندناش وما عندناش وما عندناش، ونيجي نتكلم معهم نقول لهم طب ما انتوا عندكوا دماغ بتفكر، طب ليه ما فكرتوش تعملوا حاجة؟ فبنلاقي انه الرد بيقولوا انه مش دايما المشروعات الصغيرة بتبقى مجدية، او مش دايما المشروعات الصغيرة بتنفع. فانا عايز اخد رايك بقى في الموضوع ده، المشروعات الصغيرة دي ممكن تعمل ايه في شباب مش لاقي مثلا شغل، او قاعد على القهاوي، او بيسمع لغيره ومش عارف يوصل لحاجة، ولا حتى عارف يمشي خطوة واحدة لقدام. المشروعات الصغيرة دي بقت هي الحل السحري لكل مشاكلنا الحياتية، لأن دلوقتي حتى اللي بيشتغل دخله مش مكفي، وزيادة في المرتب مش مكفية، فبالتالي في احتياجات عمالة تتزايد والمرتب محدود، فلا بد جنب الوظيفة يكون في مشروع صغير. فعشان كده سيدنا الأنبا موسى تملي يقول لنا أن الوظيفة فقط مقبرة للرجال. أيوه. ومن لا يعمل في سن العشرين يشحت في سن الأربعين. فده اللي احنا عايزين نوصله للشباب، انك لابد انك تستثمر وقتك استثمار سليم في انك انت يكون لك عندك هواية معينة، تبتدي بهواية، وبعد ما تبتدي بهواية توصل لمرحلة من التدريب والانتاج والبيع والشراء انها تبقى صنعة في ايدك. بدون ما انك انت تبتدي بهواية، الهواية دي تكون محتاجها السوق وليها منفذ بيع، صدقوني لما أقول لكم أن شباب كتير قدر يكون نفسه، شباب كتير قدر أن هو يحقق أحلامه، شباب كتير حاليا
بقوا أصحاب بيزنس بالملايين نتيجة أنه بدوا حياتهم بصناعة دباديب. طيب احنا اتفقنا وبدأنا كلامنا مع حضرتك على انه احنا مش هنقول كلام وخلاص، صح كده؟ تمام، احنا متفقين. وبداية الحلقة وانا بقول انه انا مش هقول كلام وخلاص، ولا هقول انك لازم تبقى مفيد للبلد ومفيد للمجتمع ومفيد ومفيد، هو نفسي رقم واحد وبعدين هفكر في اي حاجة تانية، صح كده؟ مش تمام. متفقين تمام. طيب الشباب بقى اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول ازاي هعرفوا يعملوا مشروع صغير جنب شغلهم وهم بيشتغلوا في شغلانة مش بتجيب لهم كتير، بس بيشتغلوا شفتات، بيشتغلوا مثلا من الساعة 8 للساعة 2، او يغيروا هو نفس الشاب ده بيغير بعدها باسبوع، يبدا شغله من الساعة 2 لغاية الساعة 8 ولا 9. طب الشاب ده هيعرف يعيش حياته ازاي؟ هيعرف يعمل مشروع تاني ازاي جنب شغله عشان يعرف يحسن من مستواه المادي، بما انه دلوقتي الدنيا مش احسن حاجة. عايزين بس نعرف الاول خالص، والشباب لازم يعرفها، ما حك جلدك مثل زفرك، محدش يا ابني هيبكي عليك، لا بابا ولا ماما ولا فلان ولا علان. فما كنتش انت حبيبي تهتم بنفسك ما هتلاقي حد يهتم بيك. وانت في حاجة حلوة جدا حاليا نحسدكم عليها يا شباب الجيل الايام ديت، ان الدولة والكنيسة والاعلام مسخرين ان هم يساعدوك عشان تحقق احلامك وطموحاتك. جميل. طب انا يعني عايز اخد بقى راي ابراهيم، هو معانا على التليفون. معانا ابراهيم من اسكندريه. الو. الو. ايوه حضرتك. ازيك يا ابراهيم؟ حضرتك الحمد لله كويس. ابراهيم عندك كام سنه؟ انا عندي 24 سنه. تمام، قول لي بقى. أنا حضرتك انا الاول ما كنت بشتغل، انا بشتغل معقوله من وانا عندي 12 سنه لغاية ما كبرت. بتشتغل ايه؟ في السوق ببيع. في السوق صابون بريحة وغرب صوم عين. بتبيع ايه ابراهيم؟ انا بشتغل في سوق المحطة بتاع اسكندرية. ببيع صابون وغرب صوم مع والدي كان ابويا الله يرحمه. بتبيع في سوق، بتشتغل في سوق المحطة في اسكندرية. تمام. حضرتك انا جيت عليا وقت عميد جامد ورقات، صرفت كل اللي معايا، كل الفلوس اللي معايا على والدي وعليا. تمام. حضرتك رحت طلبت بالفلوس كمبيانات عشان اشتغل بيها. بس حضرتك مش عارف تديهم علشان عليها مبلغ بتاع 9000 جنيه. بس حضرتك لو حد يعني يمولني اسيت افتح مشوار الصابون بتاعي تاني من جديد، اعرف اسد المبلغ ده ان شاء الله في شهرين. يعني انت دلوقتي انت دلوقتي استنى عشان نفهم بس الموضوع واحده واحده. ودلوقتي انت كنت شغال مع والدك في محطه اسكندريه، صح كده؟ والدي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. ربنا يعزيك. وبعدين انت دلوقتي عندك تقريبا عليك دين او عليك حاجه ب 9000 جنيه. تمام. انت عايز حد يمول لك مشروع، ولا انت عايز حد يسدد لك الديون؟ لا انا عاوز حد حضرتك يعني يمول لي المشروع ابتدي من جديد. تمام. طيب علشان جميل. طب انت وانا اسدد له المبلغ ده اسرع واتعب. حلو قوي. ابراهيم انت عندك ورق رسمي عامل بيه المشروع بتاعك، ولا بتبيع في الشارع؟ لا ببيع في الشارع. بتبيع في الشارع. طب بص يا حبيبي، عندي مكان ثلاث بقى في السوق. عنده مكان بيبيع في. طب المكان ده يعني انت واخد بيه تصريح، واخد بيه رخصه، واخد بيه اي حاجه؟ لا طبعا. لا بقى في ناحيه الناس تبع دكان كويسين بيكملوا بقى على طول ببيع. طيب بص يا حبيبي، بص يا ابراهيم، في حاجة اسمها الأسر المنتجة. الشؤون الاجتماعية في برنامج اسمه الأسر المنتجة حبيبي. فأدعوك إيه؟ أيوة. ما هو أستاذ عادل بيقول لك في الشؤون الاجتماعية في برنامج اسمه برنامج الأسر المنتجة. ما حضرتك أنا لسه ما كملتش كلام حضرتك. أنا عامل عملية في رجلي. عامل عملية في رجلي. عامل وزن بتاع 180 كيلو وبمشي بعكازين، بنزل بشتغل واحدة واحدة. حبيبي طب بص، انت طبعا موضوعك فيه حاجات كتيرة جدا تفصيل. محتاجة محتاجة استشارات. فلو تسمح روح لأبونا مين عادل في كنيسة القديسين في اسكندرية، في لجنة للتنمية. عارف حضرتك مشكلة، كنت وانا صغير طلع عملية القديسين هناك. طب كويس. انت جربت تروح له يعني يا ابراهيم، وهو مثلا رفض يمول لك، رفض يساعدك؟ انا رحت له قبل كده عشان يعمل لي عمليات رجلي، ما كانش راضي يعمل لي العمليات،
طب احنا عايزين نقعد معاك يا ابراهيم، احنا لازم نقعد معاك. طب معلش يا استاذ عادل. تمام طيب خلاص، احنا هنرجع تليفونك دلوقتي للكنترول روم، وهم هياخدوا تفاصيل ابراهيم في اسكندريه علشان استاذ عادل محتاج يقعد معاه. طيب معلش، معانا تليفون تاني، معانا مكاري. استاذ مكاري الو. الو مساء الخير. مساء الخير. كل سنه وانت طيب يا مكاري. عندك كام سنه؟ انا 35 سنه. 35 تمام. بتشتغل يا مكاري؟ بشتغل. طيب قول لي بتشتغل ايه وايه رايك في موضوع الاعلام ده؟ الكليه. طب حلو، ده انت زميل. حلو خالص. هاخد من التقرير اللي انت عملته. ماشي. تمام؟ تمام. انتوا بتصلطوا الضوء على الجاهليات، لكن اتضحني في سلبيات، يعني الشباب اللي زي الفل فكروا خلي الضوء عامل حاجه مطلعه وجميله ومشرفه، لا عقبات قدامهم من الدوله. تمام. صح كده؟ اه طبعا اكيد. طب ليه الدوله ليه ما تصلتش بقى الضوء ان نجيب المسؤولين ويحلوا لنا المشكله ديت؟ ليه ايه؟ ليه الدوله ما تعملش ايه؟ في ليه احنا كاعلام نسلط الضوء او نستضيف المسؤولين وايه الحل بتاع المشكله دي؟ استاذ عادل اسمحي لي، اسمحي لي ارد عليك. طب مكاري، استاذ عادل عايز يرد عليك. بص يا مكاري، انت من مصر هنا ولا منين بالظبط؟ انت منين يا مكاري؟ منين يا حبيبي؟ انت بلدك ايه؟ او منين يعني منين يا مكاري؟ انت ايه ساكن فين؟ انا منين بس مقيم في القاهره. عشان مقيم في القاهره. طب ادعوك لو تسمح، لان الموضوع دوت محتاج ان احنا نقعد ونتكلم. احنا عاملين لجنه تبع الاسقفيه الشباب، كويس، للاستشارات. اللجنة دي بتقعد كل يوم ثلاث تدرس مع الشباب، اللي إذا كان مشروع محتاج تمويل بنساعده في إنه نوديه للجهة التمويلية المناسبة، وفي جهات كتيرة جدا. إذا كان مشروع محتاج دعم فني عندنا، يعني عايز أقول إيه، إحنا تحت أمرك يا مكاري، شرفنا، وأعتقد مع الكنترول روم هيقدروا يدولك تليفونات الخدمة بحيث نقعد معاك ونتكلم براحتنا. استاذ عادل معلش، هو علشان يحضر او عشان يجي للميعاد ده اللي هو بيتعمل كل ثلاث، لازم ياخد ميعاد ولا هو يجي يوم الثلاث على طول؟ لا ياخد ميعاد عشان عندنا استشارات كتير، حاجات كتير، ويتنج ليست كتير. طيب خلاص مكاري، برضو هنرجعك للكنترول روم، ياخدوا منك رقم تليفونك ونرجع تاني نديلك ارقام تليفون الخدمه هناك، وتاخد ميعاد. والخدمه مجانا. والخدمه هي خدمه. اكيد. طيب احنا معانا هبه، وهبه الحقيقه تواصلت معانا عن طريق الفيسبوك، وبنرجع نقول ان احنا يا جماعه بنشوف طول الوقت رسائلكم على الفيسبوك، فاللي مش قادر يوصل لنا عن طريق التليفون يعني ابعتوا لنا على الفيسبوك واحنا هنكلمكم. هبه ازيك؟ اهلا، ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه تمام الحمد لله. قولي لي عندك كام سنه؟ عندي 47. تمام. انت شغاله او عندك مشكله في ليها علاقه بالشغل بالعمل، جوزك، حد تعرفيه؟ لا لا، انا مش بشتغل شغل بره، بس بشتغل شغل في البيت هاند ميد وحاجات كده. برافو. كان طلبي ان انتوا كل اسبوع ممكن تقدموا لنا افكار لمشاريع صغيره في البيت. من اني حته؟ من اني حته؟ هي ساكنه فين؟ انت ساكنه فين يا هبه؟ انا في الزيتون. حلو خالص. طب قولي لي، هو انت المشروع بتاعك بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل كروشيه وحاجات هاند ميد يعني، بس دي بيبقى ليها مواسم، يعني مثلا شغلان اكتر مثلا في الشتاء. طبعا. في الصيف بتبقى حاجه اقل شويه، وبعد كده ممكن في يعني السوق او الناس بتبقى طالبه حاجات افكار، يعني كل شويه بتبقى محتاجه افكار جديده. تمام. فانا محتاجه افكار جديده لمشاريع ثانيه، مثلا لو مثلا مش قادره اشتغل كروشيه، مش قادره اعمل مثلا حاجه في الصيف، يبقى بدلها افكار جديده ثانيه يعني. طب قولي لي، طب انت مثلا ما فكرتيش انت مع نفسك كده، يعني مثلا بيبقى في ناس بتجيب هدوم تبيعها على الفيسبوك، او بتجيب جزم وشنط وتبيعها على الفيسبوك، اكسسوار، اكل، بيعملوا اكل في البيت، بيعملوا حلويات، لو انت ليكي في موضوع المطبخ ده. لا هو انا ما بحبش حكايه التسويق وكده، انا بحب اعمل حاجه بايدي، انا يعني يعني ببتكر، ويعني الحاجه بعملها من الالف للياء بايدي. ده بحبه اكتر من ان انا اجيب هدوم وابيعها او اكسسوارات كده يعني. انا يعني احب الحاجه اعملها انا. طب حلو، استاذ عادل هيرد عليك. بصي يا هبه، احنا بنعمل دلوقتي دورات للسيدات اللي قاعدين في البيوت اللي عندهم وقت. للسيدات، ان احنا بنطلع من خلالهم افكار
وبنساعدهم على ان هم يعملوا مشروعات. يعني اوريدي عندنا في زميله اخت خادمه معانا بتدي دورات في هذا المجال وبدينها في عين شمس في عزبه النخل، ولسه عاملين كورس لمده 4 ايام لحوالي 40 امراه بنولد من خلالهم افكار وبنساعدهم ان هم يبقوا اصحاب مشروعات. فارجوكي بردك من الكنترول روم سيب لنا تليفوناتك، واحنا اول واحنا ممكن مع قدس لو عندكم في الكنيسه عند ابونا بطرس جيد، لو عندكم مجموعه سيدات، انت اعتقد انت عندكم اجتماع سيدات يوم الجمعه، لو انتوا انترستد جمعي لي 30 في حدود من 20 ل 30 سيده، نيجي الاستاذه الخادمه اللي معانا استاذه رضا تيجي تديلكم. والكورس ده واخدينه من منظمه العمل الدوليه والمجلس القومي للمراه، كورس معتمد. استاذ عادل طب يعني هي دلوقتي، طب هي لو لوحدها يعني هي مش عارفه تعمل او يبقى معاها 20 30 واحده، هي ممكن تعمل ايه بقى؟ هي في زي ما حضرتك قلت لها في مشروعات كتيره جدا، فعشان كده ممكن لو تواصلت معانا كويس. احنا يعني انا بصي حضرتك جايب لك مشروعات كتيره جدا جدا جدا. دي انتوا دي بتعلموها او بتحاولوا تخلوا الناس تفكر بره الصندوق من خلال الدورات دي. طب لو انا زي ما بقول لحضرتك ما عنديش 20 30 واحده معايا عايزه تعمل مشروع، هل انا ممكن وانا لوحدي اروح اشترك في الدورات دي في اي كنيسه بره؟ طبعا. فعشان كده بتتصل بينا وتقول لنا في اني امتى. يعني احنا هنعمل دوره في صملوط دلوقتي، يعني انا عايز اقول ان بمجرد ودعوه دلوقتي للستات اللي قاعدين في البيوت كويس ان هم يكلموا الاباء الكهنه. جميل. يتصلوا بينا واحنا عندنا استعداد ان احنا نكون معاهم في كنايسهم. طيب يبقى كده في حلين لهبة، او طبعا اقتراحها طبعا انا هاخد بيه طبعا، وبنشكرك على الاقتراح ده ان احنا من خلال برنامج شباب حكاية هنقدم افكار لمشاريع علشان تحاولوا تحققوا لنفسكم فيه. ده رقم واحد. رقم اتنين الدورات اللي اتكلم عنها استاذ عادل. سانتا الو. الو مساء الخير. مساء الخير يا سانتا، اسمك جميل. يا رب يخليك. ازيك يا استاذ عادل؟ اخبارك؟ انا سالي. الو الو يا سانتا، معاكي سالي. ايوه اهلا يا استاذ سالي، اخبارك ايه؟ الحمد لله انا على الهوا دلوقتي. ايوه. طيب انا عايزه احكي عن نفسي، يعني انا عايزه اقول انا عندي 27 سنه. 27؟ 27 سنه. انا متجوزه وعندي بنوته عندها 6 شهور. تمام. انا كنت بشتغل من وانا في ثالثه اعدادي، كنت بشتغل في حضانه قعدت 3 سنين اشتغل فيها. من وانت في ثالثه اعدادي؟ 3 سنين قعدت اشتغل في الحضانه. وبعد كده رحت انتقلت لحد ما رحت دبلوم تجاره، سبت الحضانه واضطريت ان انا يعني اروح المدرسه، لان انا كنت في ثالثه اعدادي كنت بذاكر انكساك. بعد كده اضطريت ان انا اروح المدرسه فاضطريت ان انا اسيب الشغل. تمام. بعد كده رحت المدرسه ب3 سنين وكان نفسي ان انا ادخل ثانويه عامه وكان ظروف يعني ما تسمحش. بعد كده خلصت الدبلوم وطبعا يعني كنت عايزه ادخل كليه والكلام ده كله فظروفي ما سمحتش، فحاولت ان انا اثبت كياني في اي شغل تاني. فدورت لقيت مكتب محاسب، قعدت في المكتب ده اشتغلت حوالي 5 سنين ونص. ما سبتش في المكتب الا لما شريك حياتي ان احنا متفاهمين وكده، فاضطريت ان انا اسيبه واتجوز. ودلوقتي حاليا انا بفكر ان انا برضو اعمل مشروع واشتغل، يعني انا عايز بقول لجوزي ان انا رغم البنوته اللي معايا والشغل والبيت، بس انا برضو عايزه حاجه شغل، عايزه اثبت كياني، عايزه ابقى معايا مثلا حاجه خاصه بيا. طبعا طبعا طبعا، يعني احترمي على ده طبعا اكيد. انا عايزه اقول ان انا يعني انا مش بسكت في نفسي، بس انا عايزه اقول ان الشغل ده حاجه حلوه قوي، يعني انا فرحانه ان انا كبنت اشتغلت. انا تعبت كتير وقعدت سنين كتير اشتغل والدنيا دي، بس انا فرحانه بنفسي ان انا قدرت اكون شايله مسؤوليه نفسي ومعتمده على نفسي. طيب انت سانتا دلوقتي انت عايزه هتعملي مشروع، فعايزه حد يساندك في المشروع ده ولا انت؟ المشكله عندنا احنا هنا في يعني انا في صعيد المنيا. هي من المنيا. المشكله عندنا مثلا انا قبل كده الناس كلموني تبع كروبات وكده، فانا اتشجعت حاولت ان انا اخد كارد واعمل مشروع والدنيا دي. حلو. ففوجئت ان هو المشروع ده بيرتبط انه لازم اجيب 2 معايا والكارد بيتقسم علينا احنا الثلاثه، واللي ما ينفعش فينا مش عارفه بيبقى فيه غرامه، ودي لقيت الموضوع معقد شويه.
طب انت هم يعني الاثنين دول سانتا انا عندي طب سانتا اسمحي لي حماس ان انا اشتغل بس انا مش لاقيه المساعده ان انا اعمل كده يعني انا لقيت الناس خبطوا علينا في البيت وقالوا احنا تبع القروض لو حد عايز يعني ياخد كارد ويشتغل تمام فانا كخاصه بنفسي انا عايزه اخد الكارد بنفسي انا واشغل نفسي انا ادفع ما ادفعش يبقى الدنيا معايا انا تمام. لا هم قالوا لي لا انت لازم هتجيبي اثنين معاكي والمشروع هيبقى مقسم على الثلاثه طيب خلاص طيب تمام اوكي طب هخلي استاذ عماد استاذ عادل يرد عليكي بس معانا اخر تليفون استاذ عماد برضو كان معانا على الفيسبوك او تواصل معانا من خلال الفيسبوك استاذ عماد الو الو ازاي حضرتك الله يخليكي يا فندم اخبارك ايه تمام الحمد لله يا فندم قول لي كده مشروعك انا حضرتك كنت بفكر في مشروع استثماري قومي بس المشروع ده يعني هو الاسم المبدئي ليه كان استثمر وقتك استثمر وقتك تمام لان المشكله دلوقتي ان احنا فاكرين ان الاعلام مع احترامي لحضراتكم طبعا بتوع اعلام مش تجاري ان الاعلام عمال يعني يستلبس فلوس الناس عن طريق طيب. قعدتهم قدامهم جميل طب اشرح لي اشرح لي مشروعك يعني يعني عشان الوقت يعني بعد اذنك استثمر وقتك ده انت عايز تعمل فيه ايه؟ المشروع يقتصر ان فلوس الاعلانات دي فعلا موجوده وفعلا مهمه وبتروح كلها للاعلاميين نظرا لان هم منابر مستقطبين شعب يعني اعداد معينه فبناء عليه بياخدوا المبالغ دي. اسمح لي يا ابني معلش انا عايز اتكلم معاك هو اسمه ايه؟ عماد حبيبي احنا دلوقتي بنتكلم على المشروعات الصغيره اللي هي انت عايز تعملها على مستواك في البيت مع اصحابك خلي المشروعات خلي بدايتك صغيره وبعد كده هو لما يبقى لك اوريدي حضرتك انا عندي مشروعي بس انا طيب انا عارفه المشكله معلش انا شغال في مجال من مجالات الاتصالات انا فاهمه حضرتك انا فاهمه هو استاذ عماد عنده مشروع هو يعني شرحه لنا الى حد ما عن طريق الفيسبوك عن طريق الصفحه واللي هقدر اعمله لحضرتك دلوقتي من خلال شباب حكايه هو ان احنا هنوصلك من خلال البرنامج بدكتور كامل مرزوق ده استاذ ميكيل فكريه علشان يبقى هو المسؤول عن المشروع بتاعك لانه المشروع بتاعك مختلف الى حد ما عن المشاريع اللي احنا بنتكلم عنها او المشاريع الصغيره فطبعا انا بشكرك اتفضل تعليق سريع معلش بالنسبه للاستاذ عادل هو بالنسبه للمشاريع الصغيره الناس بتواجه مشكله مع اليوتيوب والحاجات دي ان هو لما بيفكر في حاجه او بيعمل حاجه يلاقي اللي حواليه كلهم بعد يعني زمان كانوا بيعجبوا بالحاجه الجديده أيوة. اللي بتتعمل دلوقتي بيحصل تحطيم ويقول له لا ده انا شفت على اليوتيوب كذا انا شفت على اليوتيوب كذا وطبعا الحاجات اللي على اليوتيوب دي بتبقى نازله من بره بيبقى ناس عندهم اجهزه وعندهم امكانيات مش متاحه عندنا اصلا جميل الموضوع أنا... بيجي بأثر سلبي على كل الشباب أنا بشكرك جدا يا عماد على تواصلك معنا عن طريق التليفون وعن طريق كمان الفيسبوك وبشكرك ونتمنى ان احنا نعرف نتواصل مع كل شاب حابب انه يعمل حاجة لنفسه ولكل حاجة والمستقبل وهو كمان قبل ما يبقى لأي حد تاني نرجع بقى لكلامنا عن المشروعات طب اسمحي لي ان انا اقول ان احنا كخدمة تمام عملنا حاجة تعتبر حل لكل مشاكل شبابنا وشاباتنا في مجال المشروعات الصغيرة لكل المشاكل تمام. هي المشاكل أو أهم مشكلة أنه يسوق منتجه طب أنا خلقت له الطلب لا هو الأهم كمان أنه يلاقي تمويل للمشروع نمشي واحدة واحدة معي ما هو التمويل واحدة. الأول وبعدين هيبدأ هو عمل مشروع هيمول بإيه التمويل ده آخر حاجة عارفة ليه آخر ليه؟ حاجة لأول فكرة وبعد الفكرة هتجيب فلوس مش الفلوس هتجيب فكره فالبدايه احنا وهقول لك دلوقتي ايه اللي حصل ايه احنا عملنا بروتوكول مع شركات كبيره جدا حلو نعرف منهم طلباتهم من السوق المحلي تمام انتوا عايزين تشتروا ايه من السوق المحلي مش هذكر عشان ما يبقاش اعلان طبعًا. كويس لقينا مصانع مثلا طالبه في الشهر 10,000 جوانتي تمام 10,000 جوانتي دي عبارة عن مكنة بتطلع الجوانتيات دي رأس مالها في حدود 80-90 يمكن بعد رفع يعني أنا عايز أقول إيه لما إحنا ضمننا إن في احتياج لأن المصانع بتحتاج شهري تمام. طلبات معينة احتياج أكساس بلاستيك محتاج كرتون مسامير صواميل كاوتشوك تيشرتات منظفات مساحات مكانس محتاجة حاجات كتيرة جدا عشان تكوني عارفة يعني كل المصانع بلاش الشركات الكبيرة بلاش الشركات أي بزنس
مفقود في مصر بيشتري حاجة من السوق المحلي. فلما احنا نعمل علاقة مع هذه الشركات ونقول لهم انتوا بتشتروا ايه من السوق، 1 2 3 4 5، ده غير اللي بيستيراد. كويس، عشان كده بردك الاستيراد ممكن ان احنا نعرف رجال الاعمال اللي احنا تعاقدنا معهم قالوا لنا احنا ممكن نديلكم الحاجات اللي بنستوردها، لو في شباب حلو عندكم ينتجها هناخدها منه. تمام. يعني انا عايز اقول ايه، احنا حلينا مشكلة ان المشروع هينجح ولا مش هينجح. لا هينجح. هينجح ليه؟ لان عليه طلب، فاحنا وجدنا الطلب لمصانع كتيرة عندنا احتياجاتهم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين هي الفلوس بقى. أيوه. عندنا مبادرة البنك المركزي، وعندنا من خلال الصناديق، من خلال البنوك المصرية، في أماكن كتيرة جدا بتدي فلوس. تمام. بس محدش عارفها. أنا مفروض أختم، أنا عارفة أنه كان لسه عندنا كلام كتير، بس أنا دلوقتي ختاما كده، الشباب واللي كان يعني كان هيشرفنا طبعا واحد منهم علشان يشرح لنا عمل ايه، لكن للاسف حصل ظروف والشاب اللي كان معانا النهارده ما جاش. علشان الشباب دول اللي عندهم مشروع يعرفوا يعملوا حاجه، يعملوا ايه من خلال اسكفيت شباب كده سريعا يا فندم، خطوات يروحوا لمين او يعني يروحوا بعد قد ايه الخطوات عشان يعرفوا يطلعوا مشروعهم للنور؟ يروحوا يتصلوا حالا بالسكرتارية بتاعتنا والتليفون في الكنترول روم. تمام. او يتحط على الشاشة. تمام. نمرة واحد، ياخدوا معاد ويجي يقعدوا معانا، وانا بتحدى في البرنامج ده اي شاب جاد كويس عايز ياخد نقف معاه ونساعده، صدقيني الدولة والكنيسة وكل رجال الاعمال عندهم استعداد يساعدوا الشباب الجاد واللي عنده فكرة، واللي يعني الموضوع المصانع الصناعات المغذية اللي احنا دي نفس اصحاب المصانع عندهم استعداد يقفوا جنب الجاد. يعني مثلا مصنع من المصانع طالب 100 فني يشتغل، 100 واحد يدربوا على صيانة واصلاح حاجات منزلية. تمام. 100 واحد مش لاقيين. تمام. فهيروحوا علشان يقولنا واحنا هنسوقهم وهنبنيهم. استاذ عادل رشدي انا بشكرك لوجودك معايا النهارده، نتمنى ان كل الناس تكون شافتنا، نتمنى كل الشباب يحققوا اللي نفسهم فيه، وحضرتك فعلا يعني كنت همزه وصل معانا من خلال التليفونات، نتمنى تفضل همزه الوصل ما بين الشباب وتحقيق احلامهم. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا خالص، ربنا يوفقكم. حد فكر فينا قبل كده هم ازاي وازاي عملوا او فكروا في فكره ناطحات السحاب؟ الحقيقة هم فكروا في فكره ناطحات السحاب دي لما اتعمل الاسانسير. اتعمل الاسانسير مش اختراع جديد يعني ولا حاجه، ده بالعكس ده معمول من ايام قدماء المصريين، لكن طبعا بشكل مختلف الى حد كبير عن دلوقتي لانه زمان ما كانش فيه كهرباء. مين بقى اللي بدا فكره الاسانسير او المصعد الكهربائي؟ هو اليشا اوتس. اليشا اوتس ده اللي احنا هنخرج نعرف هو مين وعمل ايه وقصة المصعد الكهربائي، وبعدين نرجع بقى نتكلم في اختراع جميل من شباب هيكونوا معانا وهيشرفونا في الاستوديو، بس بعد ما نشوف مين هو اليشا اوتس ومين وايه فكرة المصعد الكهربائي. مع الكنيسة لحظة بلحظة لنأتي إليكم بأهم الأخبار الأحداث المؤتمرات الاحتفالات الكنسية النهضات الروحية والزيارات الرعوية داخل وخارج مصر والكنيسة في الصحافة. نبض الكرازة معك من قلب الكنيسة وإليه. نبض الكرازة. نبض الكرازة تشاهدونه في الأوقات التالية. صباح النور. موضوعات اجتماعية تربوية طبية
تراثية. فقرات مع الناس، نعرف مشاكلهم ونطرحها مع مسؤولين، نتعرف على مختلف الأخبار المحلية والعالمية والكروية. وقبل كل ده هنبدأ بفقرة تأمل روحية نبدأ بيها يومنا. شاهدونا على الهواء لمناقشة قضايا تهمكم في برنامجكم صباح النور. برنامج صباح النور تشاهدونه في الأوقات التالية. أليشا أوتيس: لا غنى أبداً عن المصعد الكهربائي في أي بناية، فهو من أهم الاختراعات التي تم اختراعها منذ عهد قديم. تعود فكرة المصاعد في الأبنية إلى أكثر من 2400 عام قبل الميلاد، منذ بناء الفراعنة للأهرامات، والتي كانت تعمل على الطاقة البشرية أو الطاقة الحيوانية. ولكن المصعد الحديث يعود إلى المخترع الأمريكي أليشا أوتيس. تعتبر حياة المخترع الأمريكي أليشا أوتيس مثيرة للإعجاب والاحترام. ولد في عام 1811 ميلادية بالولايات المتحدة الأمريكية. كان فقير الحال ويعاني من اعتلالات صحية، وأنشأ مطحنة قمح حولها لاحقاً إلى مصنع صغير لنشر الأخشاب، ثم حل ركود اقتصادي مما دفعه لغلق مصنعه المتواضع وعمل كموظف معمل. تطلب العمل في هذا المعمل رفع آلات كبيرة إلى الطوابق العليا، الأمر الذي يبدو صعباً عليه بسبب تدهور صحته العامة، حيث بات يفكر في حل لعدم خسارة وظيفته. فصمم أول مصعد، ولكن تم إيقافه عن العمل قبل أن ينتهي من تصميمه، وأسس أول معمل لصنع المصاعد. وفي عام 1853 ميلادية عرض أول مصعد للبيع بمبلغ $300 أمريكي. وعند عرض أوتيس مصعده على الجمهور عام 1854 ميلادية انبهر الجميع بهذا الاختراع. أهلا بكم. طبعا أنا قدامي على الترابيزة نموذج لمشروع عملوا شباب صغيرين مش كبار، بس عندهم برضو من هم سنهم صغير عندهم حاجة حابين يعملوها. طبعا حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشة هو النموذج، دي الورقة والاختراع مع ضيوفنا دلوقتي اللي مشرفينا. طبعا هرحب طبعا بالبنت الأول أكيد. فبرونيا ازيك؟ ازيك؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. كمان مبسوطة أنك معنا ماريو. ازيك؟ أخبارك إيه؟ بس هدخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش في الكلام أو في المقدمات. أنا عايزاكم تشرحوا لي أولا أنتوا الفريق بتاعكم ده مكون من كام فرد، وبعدين نبدأ بقى نتكلم في المشروع ده. إحنا فريقنا مكون من 4، لاريا وماريو وماريو وفبرونيا. تمام. كلنا مفكرين يعني كلنا مشاركين في الروبوت دوت ان احنا نعمل فكرة نمنع الحوادث بيها او نعمل نوفر حاجة لمصر. فعنا الروبوت دوت ان هو هيمشي على خط لاين فولو، المسابقة اسمها كده، بيمشي على خط ما بيطلعش منه، بيبقى مستقيم، بيبقى المصر الترام، بيبقى بدل الحديد، والحديد دوت بيبقى مبلغه عالي. فاحنا حاطين خط هيمشي عليه. تمام. مش هيطلع منه، هيبقى يعني الروبوت ده مثلا اكنه ترام او اكنه وسيله مواصلات هتمشي على الخط ده من غير ما يبقى غير بحاجه مكلفه. صح كده. هيبقى برضو في حاجه تانية هنوفرها، ان هو هيبقى العربيات هنخليها نفتح طريق للعربيات برضو. يعني تمام. يعني ده ماشي في طريقه وده العربيات ماشيه في طريقها، ممكن تمشي برضو يعني تعدي على اللاين، ممكن
يعني القضبان ما كانتش ينفع العربيات تعدي عليها، لكن دلوقتي لو اتعمل باللاين ممكن العربيات تعدي عليها وهيفتح. طب انتوا جات لكم الاول يا ماريو فكره المشروع دي ازاي؟ لا، هي المسابقه اللاين فولو، هو بيديك ان انت تعملي روبوت يمشي على اللاين من غير ما يطلع منه. والابتكار بقى احنا بنطوروه، بنعمله ديزاين، بنعمله بروجرام، كل حاجه. طب يلا وريني بقى بيمشي ازاي وبيعمل ايه. وانت مظبطه النهارده، انت قلت لي قبل ما نطلع على الهواء انك مظبطه على الخط الاسود. ده حاجه في ايديكوا انتوا اللي بتعملوها، انتوا بتظبطوا الحاجه اللي انتوا عايزينها بيمشي على الخط اللي انتوا عايزينه. صح كده؟ تمام. طب يلا وريني. بس انا في المسابقه كنت عامل، انا عامل اتنين بروجرام، واحد بطيء وواحد سريع. انا في المسابقه بدخل بالسريع ده عشان احنا دلوقتي طبعا هنمشي بطيء. هنمشي بطيء صح كده؟ تمام. بس انا هبدأ من هنا بس عشان تمام. ده ما بيغلطش. بس هو بيحوت شويه يعني الخط وبعدين يرجع للخط اول ما يكتشف ان الخط خلص. هو كده. طب ده لما يتعمل على انه وسيله مواصلات، مش وارد انه لو ما مشيش على الخليه كمل، خليه كمل عشان لو الكاميرا وارد لو خرج شويه عن الخط الاسود وبعدين اكتشف انه خرج، مش وارد ده يعمل حوادث مثلا؟ لا، ما انت الفكره في البروجرامنج ان انت ما تخلوش يطلع بره الخط خالص. نهائي، ما ينفعش يطلع بره الخط. تمام. طبعا انت عامل بطيء وسريع ده على اساس الوسيله نفسها ولا المسابقه؟ هو المسابقه بيدينا مثلا 3 دقائق واحنا بنشتغل مثلا على اسرع سرعه. ممكن نجيبها، اللي يجيب وقت اقل اللي يعمل. جميل. طب انتوا بقى اشتغلتوا في المشروع ده انتوا الاربعه لوحديكوا ولا انتوا استعنتوا بحد من بره؟ لا، احنا الاربعه لوحدينا. لوحديكوا. طب ما يعني عشان تعملوا روبوت انتوا محتاجين تبقوا يعني دارسين هندسه مثلا، دارسين حاجه، عرفتوا ازاي تعملوا ده وعرفتوا ازاي تطبقوا ده؟ ما احنا خدنا كورسات كتير عن الاي في 3 وكده. و الاي في 3 ما هو الروبوت اسمه اي في 3، الجهاز نفسه اسمه اي في 3. تمام. خدنا كورسات كتير عليه يعني في البروجرامنج وفي الديزاين وفي كل حاجه كده، جمعنا بقى كله. طيب بصوا، انا مبسوطه بيكم جدا لانكم مش كبار، تمام، وعندكم حاجه بتعملوها وفكرتوا في حاجه ونفذتوا حاجه ناس كتير ضعف عمركم ويمكن ضعفين عمركم ما بيعرفوش يعملوا ده. والصور اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي على الشاشه بتوضح ان انتوا دلوقتي انتوا هنا في المسابقه، مش كده؟ هنا في الجامعه الفرنسيه في القاهره. ده في القاهره. طب قولوا لي بقى انتوا عايزين تعملوا ايه قدام شويه؟ يعني انتوا دلوقتي من خلال شباب حكايه حابين تبعتوا رساله لمين تقولوا له ايه؟ هبدا بماريو. احنا عايزين بس ان هو يعني في مشروع ترعه المحموديه دي، عايزين بدل الترام ما يتكلف سكك حديد وكده ممكن نبداه بالفكره اللي احنا عملناها باللاين ويمشي عليه وكده، هيوفر برضو طرق العربيات ويسهل المرور وكده. وبس عايزين حد يتبنى يعني الفكره وكده والسفر ويدعم السفر عشان مبلغ كبير جدا. كل الدول اللي بره هم اللي داعمين بفلوسهم، احنا مصر الوحيده هي اللي احنا بندفع بفلوسنا، كل واحد ليه مبلغ كبير يعني. تمام. يعني انتوا النهارده انتوا موجودين معانا، انتوا اولا ما لقيتوش حد يتبنى المشروع بتاعكم، صح؟ لا. طب نتمنى يكونوا يعني المسؤولين عن افكار ومشاريع الشباب او براءات الاختراع يكونوا سمعونا، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم قريب تكونوا حققتوا اللي انتوا عايزينه. انتوا نورتوني النهارده واتمنى اسمع عنكم اخبار احسن واحسن. شكرا ليك يا ماريو. شكرا. وشكرا فيبرونيا. وشكرا ليكم انتوا كمان انكم النهارده تابعتونا. شكرا ليكم انكم طول الوقت بتحاولوا تتواصلوا معانا. شكرا ليكم عشان عايزين انتوا كمان تعملوا حاجه. احنا كنا معاكم النهارده وحلقه من حلقات شباب حكايه وحكايه شباب، ولسه عندنا حكايات كتير ولسه عندنا ابطال كتير يحكوا حكايتهم في شباب حكايه علشان حقهم انهم يطلعوا يقولوا انه احنا شباب مفيش حاجه قدامنا اسمها مستحيل، احنا نعرف نكسر الدنيا حوالينا ونبني حاجه من اول وجديد عشان احنا شباب وعندنا طاقه. نشوفكم الاسبوع اللي جاي، وما تنسوش ابعتوا لنا اي حاجه عايزين تتكلموا فيها، ابعتوا لنا اي سؤال، ابعتوا لنا اي اقتراحات منكم حابين اننا نقدمها في شباب حكايه على الصفحه الخاصه بالبرنامج على الفيسبوك. شكرا ليكم واشوفكم المره اللي جايه. سلام.